السلام عليكم الاخوان، شكرا كاع الناس اللي كتدعم على الوالده وكاع الناس اللي كتسول عليها. كما كتعرفوا كنا كنتسنى في الشحن الى 10 ايام وخرجوا البارح، مشينا جبناهم ودايرين مع الطبيب اليوم ان شاء الله باش يشوفهم، وكنتمنوا من الله يكون فيهم شي نتيجه زوينه. ودابا غنمشي نهز الوالده وغندير لك نينيك، من بعد ان شاء الله غنشوفوا التحاليل شنو فيهم وباش ما كان غنقول لكم اشنو كاين. شكرا على الدعوات ديال اخوان. يلا خرجنا، سمحوا لي ما نقدرش ندير لكم ستوريات الداخل كنينيك. المهم فضل الله سبحانه وتعالى وفضل الدعوات ديالكم، قلنا التحاليل زوينين، غير هو باقيين شي تحاليل اخرين غيخرجوا من هنا 40 يوم باش نعرفوا حتى هما اشنو فيهم. دابا بقى شنو كان دورنا حتى الكنينيك، قلب على الورد الشوكولات، المهم ماشي حاجه، شي حاجه خفيفه وصافي. راكم عارفين دابا كلشي جاي على غفله، مناسبه تاع عيد الحب. مشاو ناخذ الوالده شي حاجه ومشاو ننشطوا بها ونتسناو ان شاء الله 40 يوم الجاي. وهي غتقول لكم انت تحط فين بعد احنا خدمنا اللي قريب لينا. احنا وصلنا عند الوالده. الوالده وين ولد؟ حلو الوالده، الحمد لله على السلامة. شوف بعدا الاتحالين الاولين خرجوا مزيان الحمد لله. شكرا لله، قبل علينا ودعم عاد الناس هادو اللي كانوا كيدعوا معاه. الله يرضي عليهم والله يخطيهم، الدعوات ديالهم الحمد لله كيستاهل الدعاء وكلشي داز مزيان. كنتمنى دوك التحاليل ديال 40 يوم حتى نخرجوا هاي خرجوا ان شاء الله مزيان. الله يرضي عليكم كامل، انا معاك حتى الاخر. المهم هذا ديال التحاليل الاولين هذا ديال العيد الحب. شكرا الله يخطيك، الله يرضي عليك. شتي جيبي لي انا كلشي ديالك، شدي بوسي ديالتي. يلا سلموا عليه. هما جاو يشوفوا الوالده يقولوا لها كيف حالك. وليده تخبارك بعدا واحد الحاجه ولا ما تخباركش؟ بعدا قبل علينا على هادشي راه ولي لقينا حدا لاكلينيك ملي خرجتي. وسمعيني دابا الناس قلت لهم ان شاء الله ملي خرجوا التحاليل مزيان نلوح لكم الجزء الثالث ان شاء الله. عطاهم انتي الموعد امتى يتلوح؟ السيمانه الجايه ان شاء الله. صافي على حسابك، يلا دعي معاهم. الله يسهل عليكم، الله يعاونكم. دعم على الناس اللي كيدعوا معاك في الشيء. كنشكرهم بزاف، الله يشافيهم اللي مريض، الله يشافيك وليك واحد، الله يسهل الجميع.